السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم إن شاء الله بخير وتصبحون بخير يا رب. وياكم أحمد البكري. اليوم أنا راح أتكلم بشكل خاص عن موضوع حساس، بشكل خاص عن موضوع الكل يفكر به اللي يريد يسافر، بشكل خاص عن موضوع التهريب أو السفر الطريق غير مشروع. وراح أتكلم عن الجواز الشبيه. لا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط لايك حتى توصل لأكبر عدد ممكن ويستفادون من هذا الفيديو. اليوم أنا راح أتكلم عن الجواز الشبيه وشلون تطلع به وشنو إيجابياته وشنو سلبياته وشلون تقدر تسافر به وشنو أنواع الجواز الشبيه. الجواز الشبيه عنده 3 أنواع. اول نوع، طبعا احنا قبل ما نتكلم عن انواع الجواز الشبيه راح اقول لكم انه الجواز الشبيه دا اقصده انا بكلامي انه يكون اصلي 100% هو جواز شخص اخر، ولكن انت تشتري او تاخذه او تحصله بطريقه اني ما اعرف شلون تحصل عليه وتسافر به. بس للجواز الشبيه 3 انواع. النوع الاول هو الجواز اللي ينطيك اياه عبارة عن جواز بلاستيك، يعني واحد شخص يقول لك تعال انا عندي جواز اوروبي، انت ما عندك المان بالموضوع، انت ما عندك معرفة بالجوازات، انت ما عندك المان بالجواز الاوروبي، يعني هاي الدولة بحد ذاتها شنو لون الجواز، شنو نوع ورقة الجواز، شنو نوع الورقة الشفافة، الصورة مال الجواز مالته، ما تعرف اي شيء عنه. فهو ينطيك عبارة عن جواز بلاستيكي طابعها بمطبعة ومسوي له غلاف ومطيك اياه وانت خسرت فلوسه وتتورط به. النوع الثاني من الجوازات الشبيه الجواز الاصلي 100%. هذا الجواز يكون جواز غير مبلغ عنه، يكون جواز حديث. انت شلون تعرفه حديث من القديم؟ موجود تاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء مالته. والجواز الافضل جواز شبيه تقدر تحصل عليه هو الجواز البي تاريخ حديث، اصداره حديث، وبمدة لا تقل عن 10 سنوات. هسه انت راح تقول لي انه معقول اكو جواز مدة صلاحيته 10 سنوات؟ راح اقول لك نعم، الجواز الموجود حاليا من 5 او 10. هسه احنا في كندا او في امريكا تلقى جواز مدته 5 سنوات وتلقى جواز تريده ب10 سنوات. فافضل جواز شبيه تلقاه انه مده مالته الاصدار مالته حديثه وتاريخ الانتهاء مالته 10 سنوات. هذا افضل جواز شبيه. الجواز الشبيه هو شلون يعني انت اي جواز تاخذه وتقول عليه هذا جواز واطلع به؟ لا، ما يصير. الجواز لازم يكون تقريبا يشبهك، يعني صورتك مر عليها الزمن سنه وسنتين. ليش دا اقول لك جواز قريب لهذا بعيد تاريخ الانتهاء مالته؟ صورتك، يعني تكون مثلا شعرك اسود يكون ابيض مثلا، مو انه يكون انه شعرك كستنائي وانت ماخذ جواز صورته الشخص بيه شعره اسود، او العيون تختلف عن لون العيون هاي كستنائها، كل هذا هل حاليا يبين. انت لازم تاخذ جواز يكون تقريبا على شكلك، او انت تحاول تسويه على شكلك، يعني عن مكياج او تطول شعرك او تقصر شعرك او تسوي لحية او تقصر لحية. هذا كله ينطرق تحت اطار الجواز. وثاني شيء بالجواز الشبيه المهم به انه تكون مظهرك من تلازم الجواز. من رحت تقدم بالمطار وعلى الكنترول وجاي تقدم وتصعد الطيارة، مظهرك قدام الشخص المقابلك أول شيء أعصابك، أول شيء، ثاني شيء لبسك، هدومك، هذا كله مسؤول عن هذا الجواز أو عن هاي السفرة، عن هاي الطلعة. وأهم شيء همينا بالجواز الشبيه إنه ما تطلع دايركت على البلد اللي أنت تريدها. يعني مثلا انا عندي جواز بريطاني وانا بالعراق، انا عراقي، انا بالعراق
حصلت جواز بريطاني ما اروح احجز عن طريق العراق بريطانيا، حتى لو اكو مباشر عن طريق اربيل ما اخذ هاي الخطوه، لان هي اذا تخطي هالخطوه اول سؤال راح يجيك بالكنترول او على باب الطياره وين تكت الطياره مالتك، راح تقول لها هياتي، تقول لي انت معقوله جاي منك من لندن وراجع ومقاس ذهاب وعوده، ليش قاص ذهاب ومقاس عوده وليش حاليا هيك؟ يعني انت لازم تتفادى هاي المواضع، انت لازم تتفادى هاي الاسئله الروتينيه اللي راح يسالك اياها ولازم تجاوب عليها تمام. يعني مثلا اني عندي جواز بريطاني، انا اعطيكم كمثال تشبيهي، انا مدى انطي شغله تامه، ما اقدر اطلع عن طريق مثلا انا حصلته وبالعراق جواز بريطاني، ما احجز على بريطانيا، انا احجز مثلا احجز على ايرلندا، ومن ايرلندا ادخل باخره الى بريطانيا واسلم نفسي ببريطانيا. شلون اسلم نفسي؟ يعني هي بكل الحالات من توصل الى مطار اوروبي الجواز هذا لازم تشمره باي مكان. لا تقول لي اشقه او اذب العفو بالحمامات، او هو ما راح يوصل لك، يعني حتى لو يلقوه ما راح يجيب دليل عليك، لان هو لا هو صورتك ولا هو اسمك. فاحسن الحالات بالجواز هذا من توصل للمطار مثلا انه تشمره بالحمامات وتروح تسلم نفسك، او تشقه او تخليه بالطياره وتنزل بدونه، هاي افضل الحالات لك. احنا هسه نرجع نتكلم على الطريق، انت هسه تحتاج مهرب او جماعه انه يقول انا ما اقدر اطلع واسافر اذا ما احتاج مهرب وياي، انت غلطان. المهرب هو ما عنده شغل وياك اصلا بالمطار اذا لزمت او ما لزمت، او هو ينطيك فكره الطلعه والدخله. المهرب راح يقول لك روح البس هدوم، جيب هيجي، سوي هيجي، انت تقدر تسويها. طبعا لا احد يقول له انا اساعد على التهريب وانا مهرب، لا انا اساعد، انا فقط مساعد، انا انطي يعني عده اسئله تجيني وانا دا اجاوب عليها لا اكثر ولا اقل. فدا اتكلم عن المهرب، يعني المهرب ما يساعدك باي شيء. مثلا انا عراقي حصلت جواز من اي دوله من الجوار، اشتريت جواز حصلته تاكدت منه حقيقي، طبعا الحقيقي عندك الضوء الفسفوري يقدر يبين الفسفوره مال الجواز، ومثل ما ذكرت شنو مميزات الشبيب. شو اسوي؟ معقول انه اطلع من هاي الدوله نفسها؟ لا ما اطلع من هاي الدوله نفسها، اخذ وارجع لبلدي. انا هسه مثلا بالعراق اشتريت جواز من اي دوله اخرى تقريبا من الجوار، اخذته من لبنان مثلا، اخذته رجعت بيه لبلدي، ومن بلدي اقوم اخطط للطلعه مالتي، شلون اخططها؟ شلون اسافر بيه من الجواز الشبي؟ مثلا انه اقول خل اطلع على المناطق الافريقيه كمصور، وبعدين منك اخذ ترانزيت ارجع للبلد الاوروبي، بهاي الطريقه ما حد راح يشك بي لان انا رايح سياحه في افريقيا بجواز اوروبي، فحتى هناك ما راح يشكون بي انت جاي سياحه، اخذ لي يوم يومين سياحه موجوده، وبعدين ارجع اركب منها الطياره، احجز طياره وانزل على الدوله الاوروبيه اللي اريدها. حتى هي الدولة الأوروبية ما راح تشك بيك، لأن أنت راح تشوفك متنقل على 3 تنقلات بهذا الجواز. يعني مو معقولة رحت من بلدهم أو من بريطانيا مثلا أنا أحجز تيكت مال 3-4 دول أقعد أفترها وأرجع لبريطانيا، هذا كلام غير منطقي. وأكو حالات أخرى مثلا أنه الأطفال والنساء، يعني أم وطفل، أم وطفلين، تمشي بالجواز الشبيه اكثر ما هو يكون شاب لوحده. بس اهم شيء بهالكلام كله وهالمواضيع كلها انه الشخص اللي يسوي هاي الطريقه يحب المغامره، يحب يسافر، يحب يريد يطلع يغير مكانه من مكان الى مكان، يريد يغير حاله معيشته من الأسوأ الى الاحسن، عنده روح المغامره، يكون اعصاب عنده، مو يكون اعصابه مهزوزه او اعصاب دائما التفكير او متخربط، لان الشرطه اول ما يباحبها على حركات جسمك، اذا شافك انت اكو شيء غير اعتيادي بيك فلاسا راح يشك بيك. ومثل ما قلت لك انت ما تطلع على دوله
مثلا دولة معروف بها انه يطلع منها التهريب او يطلع منها، مثلا الجواز اليوناني، احنا نتكلم بصراحة، الجواز اليوناني هو جواز اوروبي رقم صفر. يعني تشتري جواز يوناني وتريد تطلع به هو رقم صفر، ملزوم انت به ملزوم به. اكو جوازات تعمل، اكو جوازات غير تعمل. يعني مثلا الجواز اليوناني جواز محروق، ما تقدر تسافر به، ما تقدر تطلع به، لازم تدور مثلا جواز الدول الأوروبية. أنا سأتكلم عن الجواز الكندي، الجواز الكندي جدا قوي، الجواز الكندي تقدر تسافر به حوالي أكثر يعني جميع الدول الأوروبية بدون فيزا، حتى بريطانيا. بس مشكلة الجواز الكندي أنه به شريحة تتبع، والمشكلة الثانية أنه الشخص إذا تريد تشتري من شخص لازم تتأكد منه أنه ما يبلغ عن سرقة هذا الجواز إلا بخضون وراء شهرين ثلاثة حتى أنت تقدر تطلع، لأن إذا بلغ على هذا الجواز مثلا راح يلزمك في أي مطار ثاني، راح تلغي تأشيرة الجواز مالتك أو رقم الجواز مالتك ينحط عليه أحمر. وشغلة ثانية بالجوازات، عندك مثلا أنا هسه أحكي عني عراق، أنا قاعد بالعراق، مثلا الجواز العراقي الدبلوماسي، الجواز العراقي الدبلوماسي تقدر تطلع به حتى لو كانت شبيه، يعني جواز شبيه دبلوماسي عراقي تقدر بيه تطلع للدول الأوروبية، مو إلا تكون بيه صورتك، مو الجواز العادي. داقلكم الدبلوماسي العراقي هذا يختلف عن العادي، الجواز العراقي العادي هذا هم تقدر تطلع بيه وتسافر بيه، وتقدر بيه يعني تطلع تهاجر توصل بيه مرة الكندا. همينه عندك الوفود الرياضية، عندك يعني أكو إطارات أخرى أحسن من إطارات البحر والقارب ورحلة الموت أو رحلة المراكب الموت والسيارات الثلاجات اللي تدخل بيها ما تعرف تطلع وين لو تموت انت بيها. بس انه الانسان شوية يفكر، يعني ينطق سراح نفسه، يفكر طرق حلول، يفكر الوحدة. فان شاء الله يعني تستفادون من هذا الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.